نفسك تمثلي قدام مين؟ يعني دلوقتي الحمد لله في برنامج، بس اكيد الاعمال الفنيه او الفن لما بيدخل خلاص في الدم كده ما ايوه بيخرجش دي مشكلة بسهوله، والله. الموضوع صح مش صح بالسهوله دي. فانتي في دمك الفن، ايوه. لما نفسك تمثلي قدام مين في الفتره اللي جايه او في العمل في اللي مصر جاي؟ عموما يعني في مصر فما خلينا كريم في عبد مصر. العزيز كريم عبد بحبه العزيز. قوي، وياسمين عبد العزيز بحبها قوي. عايز تعملي حاجه كوميدي بقى كده ولا اكشن؟ ما هو بصي كريم عبد العزيز طبعا لا فوق، ما اعرفش، تخيلي. بس انا الناس دي انا بحبها كأداء، ما بحسوش مصطنع، ما بحسوش اوفر، بحس بيوصل رساله، فبحبهم بالظبط، جدا هما لذاذ جدا جدا. جدا. طب ايه الشخصيه اللي نفسك برضو تقدميها؟ قدمت شخصيات اي مختلفه انت. حاجه بصي سايكو، اي حاجه مجنونه، اي حاجه اتناول فيها حاجه مش تقليديه، افاجئ الجمهور في الاخر، وكمان اتناول في نفس الوقت حاجه الناس بتعاني منها بس مش عارفه تتكلم عنها. يعني حاجه انسايد، حاجه من جوه، سواء حاجه نفسيه، مرض معين، انا ان في الحاجه دي جدا، سواء مرض نفسي سواء مرض جسد، اي حاجه انا اوصل بيها رساله، دي انا اوكي جدا جدا. حلوة قوي. بس انت ما بتخافيش طيب، او ما تقلقيش انه ممكن لو عملتي دور سايكو انه ممكن يأثر على نفسيتك انت، او انه ممكن يسيب جواكي علامة او حاجة من الدور؟ لانه برضو في بعض الفنانين لما يصدق الدور قوي ويعيشه او يذاكره قوي ويشتغل عليه كويس قوي يسيب له حاجة كده، بصي يعني هو الفنان مش عموما، الشخصية مش بتخرج كده كلها مرة الفنان واحدة. عموما عاطفي، اي حاجه هيعملها هتاثر فيه اوريدي، وهو طبعا اساسا بيتاثر باقل كلمه. ده حقيقي. يعني انه يتقمص شخصيه ويتاثر عليه اوريدي هتاثر اوريدي، بس هو هنا خبرته وشطارته في قد ايه هتاثر معايا. يعني انا بعد ما اخلص مثلا الفيلم سي او المسلسل هتاثر معايا اسبوع ولا شهر ولا سنه. هنا بقى شطارته بانه يفصل. حلو، انت بتفصلي بسرعه. لا انا بقى شطارته بتفصلي بسرعه. لا لا هكذب. لا انا لا اكذب ولكني اتجمل. طيب كنت برضو عايزه اسالك عن رمضان السنه دي، تابعتي دراما رمضان السنه دي؟ بصراحه لا، بس خالص مش بعدها شفتيش اي حاجه؟ بصي انا ما بحبش اتابع حاجه استناها لبكره، انا دي لا. حاجه طب نفسيه يعني بيني وبين عموما، نفسي. يعني هو السيزون رمضان عديتي عليه، شفتيه حتى لو بعد رمضان؟ ايوه طبعا طب طبعا. حلو، شفتي يعني ايه بقى اللي وايه كسر الدنيا جعفر العمدة اكيد. كان نفسك بقى تعملي اي كاركتر من دلال. الكاركترز اللي موجوده؟ دلال. دلال. يعني انا حابه فكره، انا بحب الفكره الحاجتين اللي عكس بعض، ايوه تلاقيني بحبهم قوي، هي اللي هو سايكو فعلا. ايوه هي ما تقفلش كده، تقفل قفله كبيره ايوه قفله كبيره. بالظبط صح. ايوه بالظبط. وايه تاني في، هل مثلا في حاجه تانية شفتيها غير جعفر العمده، او بصراحه في لا كاركتر تاني شدك ممكن تكوني حابه ان انت تعمليه؟ لا ما تابعتش كتير بصراحه، يعني كنت الفتره دي شويه مشغوله، ما كنتش بتابع كتير يعني. طب مين مثلك الاعلى في الفنانين بتوع زمان؟ احمد زكي. تحبيه ايه اكتر احمد حاجه زكي بتحبيها له وفي صفاته هو؟ لانه ما فيش حد ما يعرفش صفات تقريبا الشعب المصري، يمكن الوطن العربي كله عارف حتى السمات الشخصيه الخاصه للفنان العظيم الراحل احمد زكي. الله يرحمه. فايه منه احمد زكي كان واصل لمرحله من حب الفن للمرض، ايوه، فكان بيتقمص الدور لدرجه ان انتي مستحيل تصدقي ان ده مجرد شخصيه بيمثلها. لدرجة ان انا طبعا لما قرأت عن الموضوع كتير وقرأت عنه، كنت بعرف ان هو بينزل يقعد مع الناس اللي شبه الكاركتر اللي هو هيشتغله، مش مجرد بيقرأ سكريبت وبيركنه وبيشتغله، او بيتقمص شخصية من دماغه او الهيستوري بتاعها، لا بيشوف مين اقرب حد للكاركتر وبيقعد معاه وبيتقمص دوره. فدي كانت حاجة انا ما شفتهاش في حد. كان انت رهيب. عارفة ان انا كان عندي دكتور في جامعتي، انا كنت بدرس دراما ونقد مسرحي، تمام؟ اوكي. كان دايما يقول على الفنان العظيم احمد زكي، والله يعني طبعا مع كامل الاحترام طبعا ليه، هو احنا ما بنقولش حاجه وحش، انه بيمثل بظهره، بيمثل ده بأكتر. حقيقي. بيقول الحلقه بتاعت البيل بواب غير الحلقه بتاعت زوجه رجل مهم، غير الحلقه بتاعت كابوريا، غير الحلقه، تخيلي انه بيمثل حرفيا كمان بظهره. ده حقيقي. يعني انا حتى مش عايزه اقول الكلمه، بس انت ده كنت ادوات فاهمين. ممثل، الممثل لما يتمكن من ادواته خلاص كده، خلاص وصل. مش ممكن، مش لا ممكن. يعني الله تخيلي يرحمه بتشوفي حد الله من يرحمه. ظهره وتحسي هو بيديلك مشاعر وبيديلك احاسيس وبيديلك اداء برضه، دي حاجه غريبه يعني، ما كانتش او مش ما اعتقدش انها موجوده. ولو سالتك عن فنانين دلوقتي هتقولي لي كريم عبد العزيز. ايوه. في حد تاني بحب قوي؟ عبله كامل طبعا. يا عبله كامل انا البني ادمه الوحيده اللي اتفق عليها كل العالم في حبها، فانا بحبها جدا، بتمثل من جوه كده، تحس ان هي حلوه قوي، بحبها بعشقها.
في ناس كتير قوي بتقلد الفنانه عبلة كامل. أيوة بتشوفي الحاجات دي بتعرفي ولا ما بتعرفيش؟ لا انا مش هحرجك على الهوا بس لا 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 لا. من بيني وبينك كده لا لا خالص مش بعرف. وانا يعني مؤمنه بفكره ان كل حد ليه كاريزمته. أيوة. وشخصيته. فاوكي في ناس طبعا ليها من حب كل الاحترام طبعا من عشقا فيها بيقلدوها لا هي رهيبه.